de blast, take a bit. L'émission, tout de suite, c'est une nouvelle génération. Pardon? Ah oui, faites attention. Tarak Al-Hanechi dit ma hadra ma yabdashi. Merci. Dali, Dali Tunsi. Barsha Energy, ah oui. Jamila Tel Fariq, هذه اللي ديال عسلي. مارو المزين اقوى مقلد يا فنان. أحمد العجيمي ما تنساش ندوان. واه والله ندوان. نوفيل جيني غاسيون. 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 اي فام احلى راديو. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. نسلم عليكم الناس الكل. رجعنا معاكم في نوفيل جينيراسيون في موعد جديد من توا حتى للعشرة متاع الليل. نشكركم الناس الكل اللي سالتوا علينا البارح غياب نوفيل جينيراسيون. برشا يخسبوا احتفالا بنوفيل ولا حاجه، ولكن برشا خاصه كانت البارح واليوم. رجعنا معاكم انا وباقي الفريق. تحيه لكم الناس الكل وين ما كنتوا، في الشارع ولا في دياركم. مشكورين على تشجيعكم لينا كل يوم. بدايه كالعاده بتقديم الفريق، بدايه بمروان بوزي مون غاتي عاصمة. مرحبا بكم، هذه نوفيل جينيراسيون. اما اني بقيت الفريق ما فميش بقيت الفريق. بقيت الفريق انت وحدي فريق صحيح. يا الى القيصر احمد العجيمي. على وسال. وينك بابا؟ صباح خويا. شو الامور؟ الحمد لله. جاوك رسائل البارح؟ وينكم؟ والله برشا متابعين. انا بدي برشا مساجات من البارح. اما عجيمي جاوا برشا مساجات محلهمش، ما عندوش انترنت. علاش استنى اليوم؟ علاش ما عندوش انترنت؟ شنو في الويفي نتاع الاي اف ام؟ باهي عجيمي اخويا. شو الامور؟ شنو الحياه؟ صباح الحمد لله. الحمد لله. مش بيك ويني؟ فيق لي شويه انرجي. شنو هي الانرجي تحكي عليها؟ شويه انرجي بابا، فيق لي شويه. بونسوار. هز لي اكتافك شويه، كون لي حاضر شويه. الى ماهوش انتداب، ماهوش ضيف، هو بلال العريبي. تفضل. بدينا في اللعب سافا. عسلامة عليكم الناس الكل. مرحبا مرحبا. سافا طروق، سافا الريو، سافا عجيبي، سافا ليديا، سافا ليديا. شنو الموت صح؟ زايد لاباس. سافا شكون؟ ليديا. لا لا الريو. الريو اي الريو. مروان هذايا. الريو هي ذيك هي مش هذا بتاع مروان الريو. ريد جنيرو. مرحبا بكم الناس الكل. كنت تختار الفريكونس انا واحد مصعد، بس زعما الفريكونس احلى راديو. فماش نيمو اليوم الجيمنج الدنيا؟ فما لعب بالبركة. عندي اربع ايام ما حليتش لايف. شو ما تقوليش اعتزلت اربع ايام؟ تعرف علاش؟ علاش على اعتزلت الجيمنج؟ ما اعتزلتش، استنيت الوليدات اللي يصلعوا دخلوا البارح في السلاع نورمالمون. نهار الاربعاء دونك غدا نرجعوا في اللايف النيمو بتاعنا. بلابس بلال. بلابس الحمد لله. سافا ماكش متقلق؟ لا لا سافا. ما طارق ماهوش عاجبني شوي. شنو ماكش عاجبني؟ طارق اسمعني روق لي. فما نقول لك اي كوميدي ولا اي ممثل كي يبدا يمثل ديما تلقى من عنده حاجه من داخل وجيعه وكل طرقه. فما وجيعه طارق في ذلك. تعرف هتلر اش قال؟ اكذبوا فسيبقى شيء من ذلك. معناها كي تقول انت حاجه مش غلطه تقعد راي في الاذهان. يقولوا بالحق عنده حاجه في ال... انا نحب نسالكم انتم. هو كبرها برشا صحيح. سمعك تضرب انت بكري صحيح. عادي على الاخر صاحي اسبوع صغير يحب البنان. قربنا من نهايه قربنا من نهايه 2020 وهذا اخر جمعه علينا في نوفيل. اخر نهار جمعه في 2020. والله توحشكم. والله مروان بوزيان موجات ايجابيه كانوا بيها. انا متفائل ساقبل كل شيء. ان شاء الله جمعه مباركه وهذه اخر جمعه. ان شاء الله يا خويا هالعام هذا يمشي بشره. وانا متفائل جدا وانه باش يجي 21 خويا. حاسس استنى فيه بال كلنا عندنا هكا من غير ما نشعر ان بريسونتيمون الناس الكل وانه اي عام ينجم يجي اكيد باش يكون خير من 2020. برافو علاش بلال زاد هنا ندخلوا في تفاؤل وخيرا تجدون. صحيح ديجا لاقينه الناس الكل خير معناتها من 2020 ديجا كل انت لاقيه وذاك لاقيه كل شيء. هو من 2010 بدات الحكايه هذه. ديما نتفائلوا بالعام الجديد ان شاء الله 21. قال لك فما سريع الانتشار ولا شنو؟ اما ايجابيه ايجابيه فما موجات ايجابيه تحسها موجوده. وين؟ في 2000 موجوده ولا؟ وين موجود؟ باهي شنو موجود؟ عجيمي وي سلام. نحب نسالك، نحب نكملوا العام بالموجات الايجابيه. شنو تحب تقول لي في نهايه العام هذا؟ شنو باش نقول لك يا رب؟ شنو تحبني نقول لك؟ شنو؟ معناها في بالنا بكورونا ما احنا جات من الاول توا خرج كوفيد 20. هاو لقاو لقاح للكوفيد 19. ما خرجش كوفيد 20 هذا في ثلاثة كاميراويات. كوفيد 20 راهو صاحبي يقتل طول. قال لك هذا انا امل تحكي عليه وانا تفاؤل. عليه؟ تطيح اكثر من الواقف. او عام جديد باش ندخلوا جو ثاني. عام جديد عام مرض اخرين معناها. يعني عام جديد عام اخر في الخير. ريفيون فرحة. ريفيون. اي. ريفيون. دجاج. دجاج. دجاج روتي ودنيا والناس الكل باش يتلموا، العائلات باش يتلموا. يتلموا. ما فماش حفلات اليوم. ما ينجموش يتلموا حتى في الدار، ما تعرفش اللي التباعد الجسدي حتى في الدار مع العائلة. أنا الريفيون باش نعدي وحدي في بيتي، كل واحد ودجاجته.
انت ماكش باش تستمتع بالعائله باش تقعد حاسس باش تقعد حاسس على الفنانين يا اخي تستمتع محلاها كلمه تستمتع أي. عندي برشا ما سمعتهاش انا برشا ما عشناش التوانسه تستمتع أي. مش ماكله هذه تستمتع نعرفش انت ادرى تستمتع طارق تنجم تستمتع وجارك عنده كوفيد 20 وعلى قريب خارج 21 سي بون هذا الاسم الجديد باش يولي كوفيد 20 خرج ديجا كوفيد 20 اما انا نصور انه فما حل الحل اي الحل هو انك تستنى لين واحد ساعته تجي وكذا زكريا اخرج من هذا الجسد لا لا انا لا لا زكريا بقري اخرج من هذا الجسد نبعد عليك عجيبي باش نرجع لمروان مروان انت قبيل عطيتني رساله الايجابيه كمل معاك في الرساله الايجابيه اش من ايجابيه وخي رجولي كلام منطقي حلق في ليه هاي تفائلت ما حكي كلام صحيح حريتها انا بيدي في بريطانيا قال لك معناها باسرع وايد اسرع العدوى وكل شيء و والله فشلت اقسم بالله ليه عاد والله كما قال لك كل عام واحنا ناكلوا فيه الدجاج هذا ونتفرجوا في الوطنيه اثنين درجنيه الحمد لله لمت العائله مروان ايش من لما حفظت معناها وياك حفظته وش مش عاديني اسبوعي وسليمان الابيض اي باش نخدموا ليله الريفيون ونشوفوا بعضنا ونقابلوا بعضنا قابلوا بعضنا كل يوم هلا حكي قابلوا بعضنا اي قابلوا بعضنا يا حسره يا طارق يا حسره فيك بلال باني مشي لك انت انت اللي انت اللي باش تقعد هزز لي الايجابيه الكل انا ديما بالموجات اعطيني الموجات الايجابيه 2021 ايش تستنى منه؟ نستنى منه بالرسمي برشا 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 حاليش تسمع الواقف طايح وباش تسمع اللي برسمي في الشارع باش يطيح وحده دي انا ديما اللي بالموجات الايجابيه مانيش باش نكون ضدهم مانيش باش نكون معاهم باش نكون مع الحق الكوفيد مانيش باش نهربوا منه 2020 كان مر على الناس الكل 2021 كنت باش يكون امر دي ليه عاد طارق تعرف حاجة تعرف حاجة طارق أنا فرحان بحاجة بركة طارق شنو هي قول اللي في البلاتو هذا أي. أنت الوحيد اللي مازلت تحمل تحمل أي. حب التفاؤل وحب الوطن مازال عندك حب الحياة احنا وحب أماني احنا بابورنا زفر على الأمل حب أنت الوحيد تحمل الحب حب أنا حبي يا عجيم أنا حبي يا مروان وأنا حبي يا بيليل مازال فما حب هو أنا كي الرازوز ماشيين مع بعضهم قلبي يبدأ شرامت أنا 2020 هذا اللي ريت فيه مقاسي من الحب ما عادش نحب نتذكر منه حتى لحظة وراني نحمل في رسالة الإيجابية بارك الله متفائل بس شرامت تكون على مالك أرجعوا لي الإيجابية أرجع عشيم بونسواغ كلي بونسواغ بونسواغ إن شاء الله 2021 يكون عام محلية على الأخر وان شاء الله الوباء هذا يتنحى علينا خويا وتقعد كان ذكرياتك فما راهو شكون بالحق هكا راهو قول له صباح خير انا صباح الخير نتاعك وين الخير؟ قال لي وين ترى فيه الخير؟ صحيح تعرف شكونك هكا حلمي شكون؟ حلمي زميلنا اللي يخدم معانا حلمي بوربيع في الاعداد قول له مبروك الحوايج كيما شريتي حلمي كاكا حلمي ديما يصنع لك المشكله من لا شيء من لا شيء ديما تعرف نوفيل جينيراسيون احنا ان شاء الله مواصلين في نوفيل جينيراسيون بالايجابيه بالاخبار السعيده في تونس مواصلين معاكم حتى للعشره نتاع الليل نذكركم في اخر ربع ساعه باش ناخذوا تليفوناتكم على 31 380000 31 380000 اقعدوا معنا راجعين معاكم بعد شويه قضايا هزت الرأي العام التونسي أحكام بالسجن وعقوبات الناس غلطت وخلصت وناس لعملت يدها ولساقها قال لي أنت دار فيك المرأة نمرو 20 من النساء اللي تحايل عليهم باسمي أنا عام كامل اللي ماني هارب قعدتني ومرتي وحكينا نقدم روحي نعديش مكتب ربي ونروح يا إما نطلع ليبيا عائلات خسرت أقرب الناس لها في جرائم بشعة نرجع لحيثيتها وتفاصيلها ما نجمش نعري روح ورس بنتي وقل لي أنا مراشرة جميعتي هما بشي ما سيبني إلى ما قنعي من عصف قلبي تقسم وقت نصف جنيحي تقسم عصف روح بالرسمي وحدي ما عندي حد أسمعونا كل سبت أحد من مالي ساعتين المطلثة في نهج التريبيونال الانترفيو مع جهام بن عبدالله على إيفان أحلى راديو أحلى ضحكة أشهر جملة في تاريخ التعليم التونسي هز دبشك وخرج ما فهمتش علاش هز دبشك وخرج معناك باش يقول يخرج كهو باش نحي دبش نخرج عريان أنا وكلمة هز دبشك وخرج تختلف من أستاذ إلى آخر أستاذ العربية يقول لك غادري القاعة أستاذ الماطي يقول لك أغلق زاوية الباب خلفك أستاذ الإسلامي يقول لك اذهب إلى جهنم وبئس المصير الكلهم كوم وبروفت لونجلي كوميغ بروفت لونجلي تقلقها شوية تغزلك في عينك
تقول لك اوت ياي مساج ما هيش تطريدة. احسن تطريدة تنجم تطردها في الدنيا. يفهم نوفيل جينيراسيون مع طارق الحناشي. رجعنا معكم في نوفيل جينيراسيون موسين حتى للعشرة متاع الليل. معايا في الفريق مروان بوزيان. جيتني الكلمة سيبون. عسلامة مرحبا بكم. هذه نوفيل جينيراسيون من توا حتى للعشرة متاع الليل. أحمد العشيمي. بلال العريبي. هلو 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 الناس الكل مرحبا بكم. سكون كنت خطوط في الكونسلت. أنا أحبكم برشا برشا. اليوم سعدي وحرق أنا نار بس اسمه فيها برشا أصوات. عندي صوت بربي قاعد يخدم عليه من بيك اللي سمعته لكم. اسمه هو نست قاعد نمشي وغني فيلم ما فهميش ما زيكا فهمت. قاعد نحكي فيه بشوي بشوي شكون هذا؟ هذا ما فهمتوش. رابر جديد رابر جديد طلع في معكوكي في تعرف كيف عنده رابر اسمه ناس تشيت يحكي بزربة نمشي وندور ونشوف ونحكي وما نقولوا أمني ما كنت نتصور حتى عارفي كنا ذربي نورمال وما نتخشيش وديما عادي وديما ليه دو موجود إيجا بيا ونورمال ونيشو كده فنو ولا كيف الحق حك بالضبط. أحمد عجيمي أهلا وسهلا طارق حناشي نوفيل جينيراسيون وكل متابعين نوفيل جينيراسيون. نحب نقول عيد ميلاد سعيد لمستمعنا وليد مربع يسمع فينا من مدنين ونقول له كل عام وانت حي بخير وعيد ميلاد سعيد في نهاية 2020. شنو حاب تقول مروان؟ يلا مش كان هو عنده برسود جديد حتى انا عندي رابر جديد تاتيجي تريز. شكون؟ تاتيجي تريز. رابر تونسي معروف على الاخر. مش يعمل في والله نمبر نتاع فيو خيالي. بالحق معناها النوفيل جينيراسيون متبعت. نوفيل جينيراسيون 20 مليون فيو 30 مليون فيو. بالحق. الناس خلتك شويه. اه يعطيني. وبتو حمراء طاير غالي. الله يرحم محمد الهادي. ولد بلادي يا رجال ما تخافش ديما في البال تقابلوا في الجنه غادي. انا ما نعرفوش هكا بالحق. فما نورا نورا نورا. علاش ما استنيتيني؟ نورا نورا اسمه الرابر تاتي جي 13 تاتي جي 13 تحيه ليه وان شاء الله نشوفوه في الوسائل الاعلام قريب من ولا لا شفتوش انا في تعدى في ايه ولا برشا اخر مره في التلفزه في مع هذا معناها كان في علاقه هو وش اسمه ذكر الشابي قاتي لا لا ذكر قاتي قاتي ثم يكونوا مع بعض يودي تاتي جي 13 شباب شباب لمحه صغيره تاتي جي 13 يعيش في فرنسا هو من الجنوب تحديدا غنى ديما توندونس في اليوتيوب اي موسيقى هبطها ديما توندونس ديما توندونس صحيح عمل اغنيه مع كلابي بي جي اللي هي اغنيه صبيحيه هكا مع كلابي بي جي هكا اي هكا اسمه صبيحي دونك نحبوا كلفتوا انت الرابور يا ترى وعنده عنده بوبليك برشا من الجزائر ومن اللي غلط فيه بالله لا ذاك هو ذاك اي باهي تعدى معه ميمه العيالي هو يشبه القاتي فما تاتي وقاتي دونك فما تشابه في تشابه في الاقوال باهي يلا على بركه الله نبدا هو بديتي قبل نبدا اول فقره البرنامج لو كان ملا تاتيجي تريز يلا والله لو كان الابطال لو كان الابطال الخارقين كانوا موجودين بالرسمي اسمي ولازمك تعذك حاجه ولا تصير لك حاجه باش تولي عندك قوه خارقه خارقه شنو تحب تكون قوتك الخارقه خارقه شنو باش تعمل بها انا قوتي الخارقه نولي نحكي مع ضميري ضميرك تحكي مع ضميرك كيفاش نولي نحكي مع ضميري خاطر وعافينا وعافينا من الصوت نتاع جي تريز هذايا سي بون ولا هو عافينا يا دي راهو نقول لك حاجه انت مش نعفيه انا منهم هو اللي يحكم مريك اما راهو ماهوش نوفي جينيراسيون حتى تربر لا خذي وقته انا ما تعرفش جي انا مانيش نوفي جينيراسيون مشكلة اللي بتاتي جي تريز كي تقلدوا شويه يقعد فيك انت ما تعرفش هذايا حق شنو وصلوا بيه الحلقه معناها فيك السحر فيك السحر صح عنده حاجه تقعد في الوذن نبدا بيك عجيمي القوه الخارقه القوه الخارقه القوه الخارقه فما حاجه متعبتني في حياتي نحب نلقى لها حل انا مش امنيتي نحب تكون عندي قوه خارقه اني نعرف شكون طلبني بنمر ما نعرفوش معناها كتب لي بنمر ما نعرفوش حاب نعرف شكون خاطر ديما يا طارق تركعت برشا ديما العابد اللي نكرهو يطلع هو بالزر نمر اللي ما نعرفوش هذاك وحتى بالتروكالر ما يختفش احلامه بسيطه فما ابليكاسيون الابليكاسيون ما تخطفوش ديما العابد اللي نكرهم فهمت علي ميدا مش بقيت فما نويمري طلبني بالذمه يبدو زعما تحسوا قصدني باهي بلال باب الغالي عندكش حاجه تحب تكون عندك القوه الخارقه نتاعها كي قوه خارقه تحب تكون عندك قوه خارقه نحب نتحول انا الى الى الى, إلى, إلى الحيوانات معناتها ديناصور سيد تحب تكون حيوان
لا مش حيكون حيوان، حب تحول جميع اي حتى تحول قلت حب انت معناها سبايدر مان سبايدر مان مش حيوان بس بيكوز ناس بيليف لا بيرسوناج سي تان ابليكاسيون هي سي تان ابليكاسيون في النوتيفيكاسيون اون ابليكاسيون اي شو مدخل في الانجلي سي تان ابليكاسيون نقولوا لا سامح يبدي يغلطوا فيه الانجلي انا تحكي هولندي ما في بالي خلدو مرخن اش بليف اش خرايخ شندو فلوخن اسب فلوفشن سبايدرشن ارجع لي نحب نتحول مثلا عنكبوت أي. مثلا فما شكون فينا ما يخافش من الكلاب كي يبدا قاطع نسكن في سكره فما الكلاب السايبه مثلا يخوفوني فهمت دونك تتحول للمذيب مش كلب حاجيك فهمت دونك نحب نتحول حتى نماله باش نطلع في فاليز تاع واحد نسافر صورني انا في فاليز معناها ما قالش معناها قوه خارقه نسافر لبلاد نحب عليها مثلا يعمل لك يختفي صحيح قال لك نماله فوق فاليز شوف معناها كي تبدا مخك تيعب ياسر دونك تخمم في القوه الخارقه يخمم بانك تسافر دي باش اسمه هو خارق انك تسافر لا 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 مش نسافر وحدي تصورني انا نمالة نسافر لامريكا ونمشي بحذا شو اسمه ترامب الدام برازيليان شكون؟ الدون دام برازيليان ها وري ويعرف تصور انت تعيش مستعد نعيش نمالة حتى انا معاه تعيش معايا نمالة تصور انت تعيش نمالة اس بي دام برازيليان هذا يا سي طارق اي عنده الفلوس من اثر ما فما في العالم اي تبيع في السلاح هذا يا خويا فهمتي ترامب هكا هو صعب على الاخر يطل بحذاه ويفطروا مع بعضهم مقرونته وبنينه وكل شيء ترامب نحكيك شويه على الدون هو الدون شخصيه معناتها معجب برشا عنده برشا فتيات في الدار يحب كان الفتيات معناتها واللي متثقفين يلعب كانك عنده مغلوب بالاسلحه وجيت سكي وموتورات ورفع الاثقال وصاروا له مره تروا كريز كاردياك معناتها في ايش بيه واش دخلنا فيه نحب العيشه معاه كان وين النمال قوه خارقه قوه خارقه القوة الخارقة مش تتمنى لا قوة خارقة مثلا تتمنى روحك انفيزيبل ما يشوفوكش العباد تتمنى روحك تسمع تسمع مثلا شو يقولوا العباد في قلوبهم لا نتمنى روحي نقرا افكار تقرا افكار الناس تصور انا مثلا توا نقرا افكار مروان نخزم انا في عينيا والله ما عندي فلوس مروان عشيمي موتوري ما نسلفهاش فهمت انا سعيد ما تخافش ولا ما تخافش يضربك خايف مني خايف مني انا ولدي معناه هو يسخبها حاجه قوه خارقه على الاخر يما ماتي عندها منها القوه الخارقه ذي انا نبدا مازلت داخل الدار ماتي اسمع ما عنديش فلوس تقرا الافكار واحد ندخل نقعد بحذاها ما نعم. شعملت من عامله اي مازلت ما قعدت وكهو تقرا الافكار تقول يا شعملت من عامله باهي دونك هذه ماهيش قوه خارقه ما عندش كون هارب اعطينا انت قوه خارقه انا خويا القوه الخارقه نتاعي عندي ضمير مستتنب صحيح نحب نولي نسمع نحب نولي نسمع في الضمير نتاعي باش نجم نتناقش معاه معناها نكون اذكى تحب تسمع ضميرك نحب نسمع ضميري مثلا نقول يا مروان يبرا خل نخرج هنا توا برجوليه فديت خل نخرج نسهر على روحي نبدل الجو سيب عليك الدنيا مطر البرة باش تخرج تتمرمد في تباعي تي عندي بوتن عندي بوت طبعا ندبر راسي معاها عادي سيب عليك باش تقعد خارج بوت ويشوفوك بوت في الشارع وتعرض بالظهر لكس نتاعك باهي مريك سيب قنعتني ولا قنعت يا نقعد على روحي خويا في الدار اما اسمعني ولا ذكرتني زعما نخونها مع درصاف تخونها مع درصاف باي والله لا ما تخونهاش مع درصاف خونها مع سوسن حتى في الخيانه ما تعرفش تختار خاين ومصدق خاين وبهيم اسمع انت من جي نحكي في حاجه فيها حب تخرج لي درشنيه نجي خارج من الدار خويا انا فالس ما ظهر لي عندي 3000 وحاس باش يختف عندي الزهر المره ذي شنو نحب نقمر نحب نقمر برامون عندي برشا زهر عندك 20 سنه تقمر ما جاكش الزهر باش يجيك توا يا ولدي ما عندكش الزهر افهم يا دي بالكش ديما اي واحد ما عندوش الزهر نجم نهار اللي تختف يطلع وعنده زهر 3000 اقسم بالله تنجم تولي لي 30 مليون يا وين فاميرك وما عنديش الزهر اش خلاني فاميرك انت اش مصاب كان جيت فامير ليديا اي اما تعرف شكون اللي غايظني ضمير محمد علي التونسي مسكينه شيعاني مسكينه شيعاني ضميره اكثر ضمير مرتاح سي ضمير شكون زعما طارق انت يا طارق انت طارق احكي معايا بالضمير احسن ضمير حاصده في الدنيا يخدم في احسن خدمه ضمير طارق عمره ما تانب خاطر اللي يعمل فيه طارق كله صحيح صحيح به مروان اما انا كان يعني يطلع ضميري العجيمي بالرسمي في الدنيا نحرق ونحرق تخرج نحرق ما عادش نقعد فيه مأساد تصور انا ضميري عجيم انا هكا هو صاحبي كهو وشد ثنيه غالطه انا هو وليد صحاب انا وياه هسي روحي ماشي في ثنيه تصور ضميري اي اخويا اي شنو عندكش قوه خارقه اخرى تحب
والله تحب تكون عندك مثلا القوة الخارقة أخويا مثلا الوقت. شبيه الوقت؟ حب نرجع الوقت بالتوالي مثلا. أنا نبدأ نخدم الثمانية نقوم التسعة نرجع الوقت الثمانية. أنا نرجع بالوقت الثمانية. آه ترجع وقت لا معمر صحيح. مثلا قوة خارقة وقت في بالك أمك مش تتعب برشا في الوضع هذه خاطر كل مرة باش تعاود تقعد ترجع تقومك من جديد. ما تعرفش أمي أنت. ما تجيش تقوم. فكرتني في قوة خارقة طارق. نحب أمري نحب تكون عندي قوة خارقة نجم نحك ظهري كله وحدي. خاطر عمري ما حكيت ظهري وحدي. هذه بالحق أنا بيدي نتمناها. أي ما تنجمش تحط ظهرك وحدك. شكون تمشي الحمام مش طيب. ليلي معناها وحدك قدامك وحدك. في الدار معناها. عندي بلاصة في ظهري لطاولة حكت الوحيد. الوحيدة ما مش فرد لون. مش فرد لون. واحدة ما بليل باب الغالي. لو كان يخيروك انك تقرا افكار صاحبتك الحاليه ولا ليكس شنو تختار؟ صاحبتي الحاليه نقرا لها في افكارها ديجا ما ليكس. تختار ليكس؟ ليكس علاش خويا؟ تصور انت تبدا ليكس بون هي ليكس انا توا عندي صاحبتي تعرفت عليها دونك ليكس نتاعي بس تعرفت على واحد انا فيه نحب نقول زعما بالك قاعده توفي صحيح قاعده توفي تخمم فيه نحب نمشي نشوفها اسكو هي تحكي معاه وفي مخها بليل ولا تحكي معاه سي بون سيتني خاطر بالرسمي كان انا نقرا لها فكره وهي تحكي معاه تقول له نحبك لازم تقول نحبك اي فما بليل صحيح كان تقول بليل انني انني هكيت مش انني نحب نحب كي نحب نخلي بصمتي في الحب خلي مدام سميتها ليكس معناتها هي راهي سيبتني مش انا سيبت صحيح انا في ديال على صارت لي بريس كيف صارت لي بريس كيف ومره قابلت ليكس نتاعي حبيت نعرف اسكو كي تقعد مع صاحبها تخمم فيا ولا يا اخي اكتشفت لي كي تبدا قاعده معايا تخمم فيه خيبت امل انا عندي قوه خارقه اخرى برجوليه تذكرتها تو نتمنى بليل تكون عندي قوة خارقة نجم نقنع بابا ينحي الفيسبوك. لا سيب شوي حاولت ديزاكتيفي له التليفون وقت اللي تشد له تليفون عملتهم الكل حطوا تليفون موطافيون يدور على الوليدات الصغار في الحومة قدوا لي كونت علاش شنو السبب؟ يا خويا بابا في بالك يبدا يحط كومنتير في الفيسبوك يتعامل معاه كأنه شخص قدامه معناها فهمت فرنسيسي يقول ما التطبيع مثلا يعني يسبوا صحيح يسبوا كأنه معناه يحكي معاه كأنه قدامه معناه يحكي مع العبد في الكومنتير كأنه بحذيها كي ما وصلتش الصورة معناها كيفاش مش احنا كومنتير ما فهمناك سمحنا مثلا مرة أخرى حبتي هو هي العائلة ديجا غريبة خليني نفسر لك لازم انت مثلا فما مرة لطفي العبدلي قال بابا ما يحبش لطفي العبدلي سامحني لطفي يلا غالب نحترم بابا تي مثال شيء مش يأثر فيه رايبوك يبدا يحط له في الكومنتيرات نعرف اي نحبه عادي يبدا يحط في كومنتير زيد والفن حطمته كان انت وقلت هي راهي ماهيش درجه يخاطبوا ديريكت الساعه هو يتوقع انه هو كانه واقف قدامه صحيح يخاطبوا ديريكتومون شيحتي ريكي طارق والبويت عندهم حاجه كي يحطوا كومنتير على الفيسبوك على ستاتيو ولا فاز في مخه للعالم الكل شو يشوفها معناها في مخه للعالم الكل مركز مع كومنتير وهو هو باش يغير حياته وفي بالك لما تهبط عادي تعمل كومنتير جيب الخبز في ديك في الميور ولا في الكومنتير اي صارت هذيا موجود جيب الخبز وروح بكري عايش ولدي في كومنتير سكن بيتك معاك فما شكون مهبط فيديو هذيك قديمه عندها برشا سوفينير قالت واش تعمل غادي انت سوفينير انا امي مره قلت لها ماكلتك ما عجبتنيش معناها اليوم وانا قاعد هبطت لي بوبليكاسيون بارتاج عقوق الوالدين امي معناها على ما يجيش على صحن لوبيا صحيح شراو يقولوا لعبوا عقوق الوالدين والاسم كيك يفهموا خاطر كل واحد الحاجه اللي يعيش فيها يبارتاجيها على والله عندي اختي كيك عندي اختي الكبيره كوزا كي تصير معرسه تصير فازه تهبط لي ديما والله تبعت لي فازه تاع الاخوات والاخت وهذا تطلبني في عشرة ولا عشرين وناخذ من عندها ما نرجعلهاش الاخوات يا ودي تهبط لي وكل تلقيني فيهم ولا ما كسبتها انا عرفت خويا ولا عدويا ودي يقسم بالله تعرضني في الدار تهنتني عليها كيفاش ما كسبتيش اللي بتاع البوبليكاسيون وكل الاغنيه بتاع الخليجي عامل خيمه اكفى قدك ويعز الناس الفيسبوك عامل يعمل برشا مشاكل يعمل برشا في تنمية اما في برشا شنو هو البي؟ في برشا بي فيسبوك شنو؟ توطيد العلاقات واحد بعيد تحكي معاه المعلومات الكل تدور بسرعه المعلومات اللي نجيبوا فيها مع الفيسبوك عنده فوائد فضايح واحد الناس فايده كان من معلومات الفيسبوك لا الفيسبوك عنده برشا اهميه والناس تستفيد منه كل يوم احنا مواصلين بالفقرات وسويت نمشيو كويز بين البارح واليوم يلا نسمعوا اللقطه الاولى ونرجعوا ايه يا عم ضياء ليه كده على الصبح يا اخي ما تبص بقى مره في حياتك على نص الكوبايه المليان بصيت على النص لقيته مليان هم وغم ونكد كله رايح طب انت رايح دلوقتي ماشي طب ابقى خد الباب في ايدك اقفله ما جاتش عليه هو كمان ما كل البيبان اتقفلت وكل الامال اتفتتت ومستعجل على قفل الباب ليه وبكره تموت وتدفن ويتقفل عليك الباب اللي ما بيتفتحش
كله رايح. قمة التفاؤل. كما حكينا قبيلة. قمة التفاؤل. شنو العمل هذا؟ هذا عمل مصري. تباه. بيومي، بيومي أفندي هذا. لا لا. بيومي فؤاد. لا. حاجة هي باسم العمل. حنفي. لا لا ماهوش اسم عبد. حاجة مربوطة بالموت. ريكس ماله اسم حيوان. لا لا. ريكس فوكس. حاجة مربوطة بالموت. لطفي. ملك الموت اسمه. ملك الموت. فيلم الموت. لا. كله رايح. لا. كله رايح. الكفن. لا عجيب. عذاب القبر. لا شنو هكا عمل الحزن. لا حاجه مربوطه بالميت اون بيرسون. مربوطه بالميت. حاجه الله يرحمه. معناها الله يرحمه البئر. الله يرحمه. هو يمثل فيها بيومي فؤاد. الله يرحمه ولا بيومي فؤاد. يمثل فيها الله يرحمه. لا هاي شنو حاجه يخليها الميت. حاجه يخليها الميت. حوايجه. ليه الملك نتاعو اسم العمل. حوايجه الورثه نتاعو. لا شنو اما قربت الوصيه. الوصيه اسم العمل. الوصيه في بيومي فؤاد في بيرسوناج هذا ما نعرفش الاسم نتاعو. الوصيه مش كلمه ميت. احمد قرب لي برك. وصيه هي اي اما مشكل كلمه. لحظه برك لحظه. الوصيه اللي خليه الميت اسم العمل. قلت لك خليها. خلي امي كل يوم تخلي لي وصيه. حبيت شنو اسم المخرج اشرف محي الدين في الاخراج في مساعد الاخراج على توتي المصري عمل مصري بطوله اي بالوصيه بطوله احمد عز واحمد وليد. اي بيرسوناج اسمه عم ذي ذا ياسر احمد ياسر يهول الامور. حاجه صغيره نبدا قدنا هكا. عندكم شي عباد في الحياه نتاعكم يهولوا الامور برشا برشا كي تبدا قدنا كي يهولوها ياسر هم. شفت اريد تهويل في تهويل الامور. اي نورمالمون كلمه تهويل كان جات كلمه اخرى راهي حفيظ الدراج. كيف المعلق ماهوش نورمال. ساعات تبدا قاعد في القهوه البر وتبدا تسمع فيه يعلق الماتش الداخل. والماتش الداخل كل يندرج فما تاي قلت لك تبدا تسمع فيه كيف قاعد يعلق مع يا سلام ماذا تفعل يا مراد انظر يا ناس لا 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 إن لله وإن إليه راجعون. مرت الكرة جانبية. مرت الكرة جانبية. إن لله وإن إليه راجعون. على كرة ذات صحيت باهي تكون قاعد لبر تبدا مره اثنين مقولاي برجولي خلينا ندخل ظهر فيه طرح هذا مش نرمى. تدخل تلقى ما فما حتى حد ساعد فرش في الطرح. حفيد دراج راه اونترونور كان قاعد في البلاصه نتاعو وقام عادي باش يقف على التوش. كيفاش يردها هو؟ بابا بابا شاهد يا ناس ماذا يفعل هذا الحكم وهذا الاونترونور هذا المدرب بابا 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 يا سلام وقف المدرب. فما والله ذكرني في المعلقين فما معلق زاد خليجي يحسك مش قاعد يعلق على تبدا تروح راهو مش نورمال كانه قاعد يحكي مع ولده الصغير في الدار. مرات حلوه مره يعني شوف الكره ذهبت الى ميسي. ميسي هذا لعيب يعني ما تفعل برشلونه بدون ميسي هذا اليوم. اللعيب قد تخرج الكره ضربه ركنيه. ازاز بدي نشوف المعلقين كيفاش اللي كانوا يقاوموا فيهم النوم. اي والله سي مراد بليل كمال يمرر كوره غريبه ملا ثنائي عجيبه عجيبه جدا تعود الكوره وهدف هدف هدف يقول يبدو لي انه هدف هدف صحيح هدف صحيح عادي عادي مش موجود لهنا جنب. عن عبد الرحمن العش. عبد الرحمن العش انا ومن هو؟ عبد الرحمن العش تقلده انت. مرحبا بكم المشاهدين في مباراة ملعب رادس مباراة اليوم حقيقة يسمى بدربي العاصمة في التشكيل. عبد الرحمن نعم. الملعب عاش اسمه رادس ولا اسمه ملعب حمادي العقربي برادس؟ ملعب رادس بحمادي حمادي العقربي برادس. مباراة الله يرحمه مباراة شيقة بين كل الفريقين يعني خلينا نعلقوا. اي تفضل تفضل. تعود الكرة إلى سامح الدربيلي. سامح الدربيلي تقطع له من زبير بيا. زوف عندي برشا مع الكرة. اسمع زوز جوارات بيناتهم 20 سنة. سامح الدربيلي وزبير بيا. الكرة راني هكا. لا فريق المعلق قداش فايق. لا فما والله فما معلق ما نذكرش أنا أكبر منكم شوية كنت تذكروه اللي علق على التنس. تنس. هكا المغربي. تبيعة ما تفكروش. صحيح تقول كلمتين هكا تروح كامل. كارونتا. انعدام ثقة. اي رافائيل نضال. ايه ارسالية ممتازة. فما سكيتش عملوا قاد المالح يظهر لي على لي بوان في التنس عجيمي. علاش مش بعد الان دو تروا ان لا بعد الان 15 30 40 تفرجوا فيه سكيتش التنس نتاع قاد المالح حاجة اللي انفونتا لي بوان لي بوان في التنس كيفاش جبتوا في كان تفرجت في كان هذاك نتاع قاد المالح هزي بلا لا
علاش فيه علاش يجيب الالعاب؟ قلت لك حضرت الكاد في كان احكي عليه فاز. هي هي ام بيتي سكيتش معناتها. نكون معاك صريحه، نكون معاك عندك البروفيل نتاع ابعد بلاصه مش تلقى ريانا 2 ريانا 2 حرام عليك قلت سكر انا. اي حسيت حطيت لك بلاصه قريبه. علاش خاطر لابس بونيه اديداس؟ لا بالعكس هذيك ما تسميهاش. ما تسميهاش صحيح والله ليه والله فرحان بها البونيه تاعها. انت تعرف قد السوم هذيك غير قدر في البرد خليتك انا. ها لغتينا السجل. لا رجع ما نجم نجيبك راهو على التنس كان قد الملح ما لقاهاش. انا راهو عندي الريبونس. تفضل. وشكون اللي اكتشف التنس؟ هو هذاك اللي اكتشفه نهارت على اللي اكتشف لعبه التنس. اي هي هو حر والله يسمي شنو والله يروح يشيرش قوي صحيح. برافو عجيمي. فما لعبت لي اي لعبت لي اللي تهول برشا الحكايات عرفتك اللي فما عبدك اللي كنت تحكي انت وياه ويتعدى واحد اخر من بعيد ويسمعه وتقول تعاركته مثلا تحكي في موضوع تقول له مثلا تو يا اخي القمره تدور على الارض ولا الارض تدور على القمره ولا كيفاش معناتها تحكيه في موضوع ثقافي. القمره تدور 6 مرات تقول لك تقول له مثلا القمره تدور 6 مرات على الارض يا اخي بالحق صحيح هذا يعمل لك ليه 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 يا ولدي ليه ولا ليه 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 ويقول ليه ليه ويقوم يروح هكاك واحد ويمشي على روح فما هاد شيء يتعدى واحد مغادي الله شكون توفى صحيح تقول عركه ليه ليه فما طارق فما قرب لي زاد فكره فما واحد تذكرتهم فما كي يكبر بيك اكثر من اللازم فهمتني يكبر بيك اكثر من اللازم معناها يبدا يحكي عليك غلطك في روحك عندي منهم هذوم يكثر منها اللي لدرجه انت يعمل لك ارتباك يدخلك وانا عندي صاحبي يبدا مروين تقليد ليه ما ديريت انت تبدا تتكلم يعاود لك صوتك بالوقت يختم في اي فيم راه يتعدى كل يوم راه صاحبي باش نجيبه لكم مخك انا صوت تعمل وراه اللي تحب ميغال ميغال يا تشبيك هذا ميغال وانا جو جلو الجلاسي تقديم هذاك هذي قلدهم الكل مرة هكاك تلمون كبر بيا حطني في وسط عباد نسيت كيفاش نقلب معناها فما حاجة الفهم معناها أنا الفهم نعمله حتى وأنا وليت نعم في خرج ببوشة خرج حاجة أخرى جنب وفما زادة اللي يهولوا بالأصوات لا هذوما اللي غلطوك في في, في روحك أنا فما واحد يوحلني إي هذاك حكيت لك أنا خدمة جديدة كيما قلت لك واحد يتكلم أو تكلم عاود صوته ديريكت طارق مش نورما ما يرتاحش يخدم سيت سور سيت الراحة ما يعرفش يحب الخدمة يحب أي خدمة تقول هيرو يحب يخدم وحلني فك الخدمة جديدة كل يوم واللي جايبين عليه القرد ما يرتاحش ما يرقدش كيما احنا بنيامنا في الليل هو ما يكذبش طارق معناها أنت قلنا أنا حكيت لك هو يكذب اللي كان يحكي فيه ما يكذبش يحكي بالرسمي الراجل باهي أنت ما ترقدش بالحق أي ضربات ما تروحش تليفوناتك تاع ثلاثة كنت قبل تعملها أي ما عادش تتذكر الحصة في الأخر صحيح فما بالأصوات اصوات فما سورتو عندك النساء ذي كان يهولوا الحاجه بالاصوات كيما مثلا يا يا فما هذيك تقول خلات لو 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 تسمع تقول مش نورمال مثلا واحد بسكليت مال وليد صغير طاح كي بالبسكليت فاش عملت لا لا لطف لطف يا ربي يا ربي يا ربي وليد صغير وليد صغير الناس الكل تلفت عرفت القهوه كامل الطفل هذا القهوه هو مشى طلع على البسكليت ومشى كمل ما صار حتى شيء باهي هذا الام اللي عندها منها لامك تفيقك صباح تمشي تقرا وتدخل لك نهار راح نهار راح نهار راح مشيت مشيت وهي تقرا السبعه وعادي طلع نهار حد ومازال بك اي تنسى نهار حد وتعمل لك شويه ديما نقراوش باهي يلا نواصلوا ونسمعوا اللقطه الثانيه في الكويز زي هاي ساعة شكون الشخصية اللي كانت تكلم؟ شكون الممثل؟ سهل عادل إمام عادل الإمام عادل إمام صغير العمل شنو حاجة حاجة نهزوها معنا للمكتب عسكر في المعسكر لا حاجة نهزوها معنا في المكتب شوية مخ وصية فوسكا مروان بلال اسمه الفوسكا تخمم مش تايه في امريكا تايه في امريكا هذه حاجه نهزوها معنا في المكتب بين في الكوليج نهزوها معنا المكتب يهزها برشا المحامي بخيت عادي كرتابه المحفظه 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 شنو نهزوها معنا بخيت عادي خاطر اي واحد يسمع صاحبته به هنا اللقطه ضيع المحفظه نتاعو التضيع تضيع الاوراق تضيع البورتفوي شنو حكيتكم على التضيع مع النسوه انا صارت لي حاجه مش تضيع نسيت شوي مره عندي صاحبي رابور عندي صاحبي رابور عنده شكون ما مليش نقول نسمي الكوكي ما حاسيلو رابور منين هو؟ رابور صاحبي من هنا من هنا خاطر رابور من 7 ل 8 احنا يا ربي هكا 8 ل 9 استغفر الله نهار السبت حاسيلو عندي صاحبي يعمل في الراب مع كوكي مع هنا حاسيلو قال له الكوكي جيب لي الاغنيه نتاعك باش نعديها في الايميسيون صحيت خديمه شويه ذي الحكايه عاد احنا في الثنيه خويا جايين للراديو فرحانين مش نورمال وحاطين السي دي نسمعوا فيه في البوست في الكهرب
الثنيه كامله يا مش نورمال مش نورمال. طلعنا للراديو حطينا الكاش فارغ وهبطنا رجعنا واحنا راجعين ونسمعوا في الخنايه السي دي محطوط في الكرم السي دي محطوط في الكرم عاد احنا نستنيو في الوقت حطينا كالراديو ما تعديتش الغنايه شنو هي لويني الغنايه ويني الغنايه ما تعديتش شنو هي قالوا واه صاحبي غدرتني وتقول لي باش نعديك وتعمل لي في السابوتاج قالوا خويا اخي انا نعمل لك وليدي تعمل لي معناها باعث لي كاش فارغ خزرنا بعضنا او يو 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 لا حول ولا قوه الا بالله التضيع جيم التضيع مرة صارت لي كارثه مره بالتضيع ضيع برشا مشيت مره القهوه عملت قهوه ومروح على روحي روحت من القهوه وانا مروح في الثنيه اكتشفت لي انا ضيعت فلوسي في القهوه طيحتهم في القهوه دونك رجعت القهوه باش نلوج على فلوسي يا اخي ضيعت القهوه وي هاي نسيت القهوي دونك انت تو جاي ضايع ديجا لا مازال حكايه طويله انا ضيعت فلوسي بالقهوه والقهوه ست هيوين اصلا دونك ضعت فك الحومه هذيك دخلت العطار تسعى القهوه منين لعتني عليه وانا خارج من العطار فكرت نسيت تليفوني في الكونتوار فهمت على العطار دونك تو مضيع مضيع فلوسي والقهوه والعطار وين وروحك اي باليمين والله ما نعرفش بليل باب الغالي تضيع نسوي انا نضيع كي نبدا مضيع كيفاه امريكا سهله برشا معناها ما نضيعش كي نبدا صاحي وجوي بيك نبدا مضيع نضيع صاحي ملا اللي هي حكايه قديمه برشا ما عادش صاحي لا ما عادش لا مش اعلنت التوبه نتاعك دخلت الواحد انا كنت معناتها كيف دخلت الدين الاسلام ليه انا كي نبدا مضيع دقيقتين مفهوم مفهوم واضحين نبدا نضيع كل شيء عادي نضيع تليفون ناس البورتفيل ناس الموتور انا مره نسيت موتوري في قهوه روحتها في كافي مترو وانا مشيت بالموتور بلي بالرسمي صارت على الاخر مشيت بوسيله مشيت بالموتور هي هبط لوسط البلاد قابل شو اسمه اللي ياخذ في الكرسي هذا شو اسمه يا ربي يخدم معايا في شو تايم محمد علي التونسي محمد علي التونسي مشيت قابلته في لافايات وروحت في مترو وانا مشيت بالموتور اما انت ايش ضيعت بليل؟ شو ضيعت؟ ايش ضيعت في حياتك حاجه ضيعتها معك؟ انا ضيعت عامين في الشو تايم فهمتني الحمد لله تو جوي به اما فما شكون غيظني ضيع عامي ثلاث سنين وعاوز باش يرجع ضيع باش يضيع حياته الكل مرة أخرى عاوز باش يضيع حياته الكل شكون شكون اللي يحكي عليها؟ صبر سيزون نيوت لا لا صبر نيوت انا قلت ايش ضيعت ضيعت قلت لك عامين في الشو تايم تفضل لا فلوس لا واحد لا ما عملت بهم شيء معناتها حقيقة معناتها يمكن ربحت بهم شوية حبيب وشوية انت متهور كان حافظت شوية على الفلوس دخلتهم راك انا ما فعل فلوس انت من الفنانين اللي فرنيو فلوسهم ضيعوا فلوسهم فيش تبيع اذا اعتبرناك فنان شنو هكا ياكلاش يا طارق في طريق يشجع يا طارق راني كلمة فنان شجع برشا مانيش فنان اي على فكرة انا ارتيست مانيش فنان انا ارتيست باهي ماني ناس وضيعت عمي في الشو تايم فما شكون يخدم معايا وتوا خرجنا جو النبيه فما شكون عاود يضيع في هذه كل في قبل قلب الدعابة فهذا ضعت انا ضعت وانا نسمع فيك ضعت ضعت صحيح ضياع اسمه فان سايدي بما انك حكيت على ليزارتيست الفنان اللي كنت تخدم معاه في عبدالي شو تايم قال في 2021 باش نعمل 50 سنة وما عادش باش نسب حتى فنان ما شاء الله تصدق انه بارتين من 2021 قال عاد ميلادي 14 مارس المهم مش معاش يسب في الانستغرام ولا في اي بلاصه قال لي يحب يعمل معايا بوز من 14 مارس بارتين من 14 مارس 2021 ما عادش نجاوب حتى حد ما مش ارجع في 22 من انا نوقفه تمام بعد 14 مارس زعما يشد في كلمته ولا يشد يشد لا ديما شد جاوب به انت شنو اليوم فماش عوده كي قريبه مع دالي ولا حاجه محمد علي التونسي البارح تفرجت فيه عمل لك عوده باهي عوده جميله جدا عجبني الدخله مع بيتري نيوتن قلت له باهي ما ناقص شويه كيكو دراج اما باهي باهي شنو باهي؟ باهي العوده نتاع محمد علي عاود وحش البارتاج مالك الفيو دالي تونس تحب تسيبه يقول لك معناها لا لا شو فيك كان شو في رايك؟ راي عجبني دالي اما لكن فما شويه خلل تحب ولا تكرك كما قلت لك محمد علي التونسي كريستيانو رونالدو ناقصوا فهمتني لونترونور نتاعو وناقصوا الجيوز جورجين احنا نستناو تليفوناتكم على 31 380 الف اخر دارجين ناخذوا تليفوناتكم على 31 380 الف مروان تحب تزيد والله اي فما فازه ذكرتها انا صغير مشيت مشيت مع بابا لوسط البلاد بابا ديما يوصيني يقول لي اقعد لهنا ما تحركش لين نجيك وانا بتبيع ما نسمعش الكلام معناها مشيت نحوس هكا وكذا ضعت ما عرفتش كيفاش نرجع قعدت لو جريت واحد بركه واقف في اخر الناس مشيت له نجري باش نساله منين نرجع عاد انا ما زدت كي خلطت له بالضبط قال لي خويا راني ضايع بالله هو زاد ضايع فلسفه بتاع تضيع صحيح باهي يعطيكم الصحه كل الفريق احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى العشرة متاع الليل اقعدوا معنا راجعين معاكم بعد شويه Le magazine.
دي ويكاند يرجع لكم في موسم الصيف معايا انا خاله الخالصي وتوت مون ايكيب دو شوك اللي يعطيكم نصائح في الصحه التغذيه والكوتشينغ دي زاستيس في البوتي لا مود والكوجينا لي بون بلان للعائله الكل وكيما كل ويكاند كل عاده نتعرف على ماركه تونسيه جديده تونسي كي تسيب على التوندونس شكون باش يشدو دونك هذيك كثير تسمعوا يحكي عليها تقول شفت لي غزاه لا سهله سهله دداك هاوكا سي بون بني كما تعرفوا لقيت هذا نتعرف على ماركه جديده دونك هذايا ابل اللي عنده ماركه ويحب يجي بحدنا نزيدي بات حتى اللي يقول شخص الكل قلة النوم هو اللي يخلي المرأة تسمن يخلي شعرها يتيح يخليها ستريسي هو يروح من القهوة تكحلك القحلة وتسكر البيت خلي راجل يتفرهد في القهوة على روحه وامشي اربح نومتك وفي الويكاند هاكا شيخ نشوف راجلك لقنا على ذلك تو انا قاعد نكتب بقبلك باش كل واحد باش نجيب الحاجة رمتي ايه ولا صحيح en fait il faut toujours comparer les vitamines à un match de football اي كيف ايز ملاح بلي الكل في التيران لماك دي ويكاند سيزون 7 نهار ستة لحد من العشرة نص النهار على إفام أحلى راديو أحلى ضحكة ثم أخويا نحن كتلام ذاك اللي حبي يدبر معدل كذا تقاه ورا الستيد في الكور مسياه 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 وي حامد ولدي نعم نعم نقطتين ونصف نزيد كاملين حامد ولدي حامد أغزر الحياة الحياة كلها ألوان لماذا تنظر الحياة من ثقب الإبرة يا حامد علاش يا حامد هو كيكا وتجي طفلة مسيو مسيو أما ذاك تجيني خمسة نقاط نقص باش نجيب ديس بذكرني بنتي برا ذكرني باهي فهمتني عادة غدوة السبعة نتاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي من العشرة لنص النهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماك دو ويكاند افيك سوني كيب دو شوك من نص نهار الماضي ساعتين عندكم موعد مع ستار تايم الحوارات الحصرية والتوندونس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري من ماضي ساعتين المطلثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو من مطلثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا محمد سليمة طارق العصادي خالد المولهي وأسامة السلامي الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور من السبعة لثمانية متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو ترب كريم كوكي رفقكم من ثمانية لتسعة متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس غابور EFM أحلى راديو EFM غدوة السبعة متاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي من العشرة لنص النهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماك دو ويكاند افيك سوني كيب دو شوك من نص النهار الماضي ساعتين عندكم موعد مع ستار تايم الحوارات الحصرية والتوندونس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري من ماضي ساعتين المطلثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو من مطلثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا محمد سليمة طارق العصادي خالد المولهي وأسامة السلامي الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور من السبعة لثمانية متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو ترب كريم كوكي رفقكم من 8 ل 9 متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس غابور EFM أحلى راديو EFM غدوة السبعة متاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي من العشرة لنص النهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماك دو ويكاند افيك سوني كيب دو شوك من نص نهار الماضي ساعتين عندكم موعد مع ستار تايم الحوارات الحصرية والتوندونس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري من ماضي ساعتين المطلثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو من مطلثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا محمد سليمة طارق العصادي خالد المولهي وأسامة السلامي الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسين كاري جونيور من السبعة لثمانية متاع الليل عيشوا الموزيكا مع EFM ستوديو ترب
كريم كوكي رفقكم من 8 ل 9 متاع الليل وبرنامج الراب الأول في تونس رابور EFM أحلى راديو EFM غدوة السبعة متاع الصباح ماتينا الويكاند مع رامي الفراتي من 10 لنص النهار خولة الخلصي ترافقنا في الموسم السابع من الماجد ويكاند افيك سوني كيب دو شوك من نص نهار الماضي ساعتين عندكم موعد مع ستار تايم الحوارات الحصرية والتوندانس وكل أخبار النجوم في تونس والعالم مع أميمة العياري من ماضي ساعتين المطلثة جيهان بن عبدالله تحكي لنا على قضايا جديدة في تونس في برنامج نهج التريبونال الانترفيو من مطلثة للخمسة سبور ماكس مع أمين جلانزا محمد سليمة طارق العصادي خالد المولهي وأسامة السلامي الخمسة متاع العشية يجيكم وليد زريات وفريق الشبان اللي معاه في غاسينك ويبقى يبقى واللي بده يفل والكفور يتوصلنا لتسعة واربعة وخمسين دقيقة موسين معاكم حتى العشرة متاع ليل في نوفيل جينيراسيون بقيادة مروان بوزين مونغا سور بلال العريبي وحش التقليد هلو 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 افريباد القيصر احمد العجيمي السلام عليكم يلا سيدي باش ناخذوا معانا التليفونية باش نمشيو للتوينس يحبوا يكلمونا اخر عام وكل شيء معانا يا سيدي التليفون باش ياخذوا شبيك مروان هكا حسيتك مكشبر شويه ولا مانيش مكشبر لان نتعدل التليفونات كنا نطمن على حاله الفريق دي. والله نستنى معاك في التليفون حسيت تليفون غريب انا كيفاش حسيت اللي هو تليفون غريب ولا لا ها باش مع شكون معانا مع... الو انا اود ان اشكر هذا البرنامج وكامل الطاقم وخاصة هذا الشباب معنا الذي معكم رئيس الجمهورية معنا رئيس معنا رئيس الجمهورية قيس سعيد رئيس الجمهورية مباشرة أود أن أشكركم على هذا البرنامج القيم عايشك سيدي لأول مرة أتدخل في برنامج إذاعي وأن أشكر هذا الجيل الجديد كان بودي أن هذا البرنامج يكون اسمه الجيل الجديد لا يكون جينيراسيون ولكن أنا أشكركم كثيرا وأخص بالذكر محمد علي التونسي الذي أظهرني بتدخلاته سيد رئيس وبنقده البناء وكل الإخوان العاملين بهذه الإذاعة وأخص بالذكر مديرها السيد حامد الذي أبدع في اختياركم والسيد طارق أنا أشد على أيديه أن يواصل اللي هو أنا في هذا البرنامج القيم أنا أتابعكم باستمرار كل ليلة تقريبا أتابع هذا البرنامج وما لفت انتباهي الشحنات الإيجابية التي قدمتموها لألفين واحد وعشرين وحاولتم أن تكونوا إيجابيين نعم أعطينا رسالة إيجابية سيد رئيس في سيد الرئيس في نهاية 2020 حاولنا نعطيه رسالة إيجابية للتوينس ندخل العام جديد خاصة مع الموجة الجديدة سيد الرئيس لا سيدي سيد الرئيس مع احتراماتي ليك وكل شيء انا مروان بوزيان نخدم في الفريق بالله باش نسالك سؤال ولو انه سياسي شويه خلينا نستغل الفرصه مع اللي كومونتير وكل شيء هل بالرسمي معناه حكايتك مع نبيل القروي معناها عندك مشكله شخصيه ماهوش قضاء معناها تدخل هل انت اللي حطيته معناها كانه الخصم نتاعك لا لا سياسي لا نعرف لا يا بني صدقني انا بعيد كل البعد على السيد نبيل القروي وأنا أكن له احترام كبير وتقدير كبير ليه ما نحبوش سيد رئيس ما نحبوش ندخلوا في الأمور الخاصة السياسية خاص ولكن رسالة للتوينسة في آخر أنا أجيب على كل التساؤلات وأنتم الذين ستحاولون الوضع نقاط على الحروف أنا لست من الذي سيد الرئيس سيد الرئيس معك بلال العريبي كنت نخدم قبل في قناة التاسعة شكرا لك أنا سيد الرئيس جس كلمة راني ما خلصتش من قناة التاسعة وقالوا لي والله بالرسمي معت مبلغ قيم وقالوا لي بالحرف الواحد ما عندك ما تعمل برا امشي اشكي كان عندك معناتها كما يقولوا نحن ما نعرف سيد الرئيس بس كان عندك معناتها سيد الرئيس كان فماشي أي معناتها بوسيبيليتي صغيرة أنه ناخذ ليساتي يرحم والديك ولو هو مش من انا نعرف مش من لكن هذه صحافه السلوحيات ولا شاف فلوس التاسعه صحيح هو في طبيعه الحال سيد بلال هذا انا اقوله ان هذا البلاد فيه قانون في نهايه الامر للجميع وبامكانك
أن تتصل بأقرب مركز لدي وأنا على ذمة كل الشعب، ولكن حاول أن تتقدم بقضيتك وأن ترفع قضيتك، ولكن في صورة ما أن لا تجد حقوقك فالقصر مفتوح إلى كل الشعب التونسي. سيد رئيس، سيد رئيس، عندي فنان معايا يحب يحكي باسم الفنانين اللي هو كلاي بي بي جي، عنده رسالة انه الفنانين تعبين شوية، ماذا بيك ان تسمع منه هو الرسالة ذية وناخذه من عندك تفاعلك مع الفنانين، لانه مهم تواصل بين رئاسة الجمهورية والفنانين التوانسة. تكلم سي كلاي، كان عندك رسالة لسي قيس مدام تدخل معنا فجأة هكا، والله ما انا محذرين. السلام عليكم سيد رئيس. مرحبا السيد كلاي احمد احمد كلاي بتجي. السيد الرئيس، انا قبل كل شيء نحبك ونعزك برشا، وين انتخبتك قبل كل شيء ماهوش معناتها هذا معناتها انتخبتك اللي انا ما تعامل مزيان لي نحبك، اما انظر لنا في موضوع الراب هذا وعلاش معناتها رابوريت نحن ديما محقورين قبل غنينا ضد السيستم. طبعا الحمد لله معناتها كلي واحد مش طبنا مي قاعدين نحاربوا في السيستم، السيستم تاعك ماشي مريقل لحد الان. اما السيد الرئيس كلمه بركه، وينك سيد الرئيس؟ معني غايب علينا شوية الرابوريات، فهمتني؟ لا أنا أعيد كل القطاع الفني، أعيده أن أكون قريبا منهم وأن أدعمهم وأن أقف إلى جانبهم، لأن البلاد بدون فن بدون ثقافة ليست لها هوية وليست لها وجود. الفن والثقافة والأدب هم من يمثلوا البلاد ويعترفوا بقداسة البلاد. شكرا سيد رئيس، شكرا، نشكرك على تدخلك معنا ذي، ولكن نحبوا نعرفوا توا على واجب، هذا واجب. نحبوا نعرفوا شكون بالحق السيد اللي يحكي معنا توا. ماكش نورمال صاحبي، يقسم بالله ماكش اخذ ماكش عادي. برافو والله والله لحمي والله شابه. برافو كان. مش نورمال. شكون معنا؟ خالد شريف من البوزيفه. اهلا وسهلا بسي خالد، تشرفوا سي خالد. حاجه خويا ملا موهبه برجولاي. انا موهبه قوه يا دي قوه. سامحني باش نقول له كلمه باش تخش علي بحذيه، قيس يكذب علينا مش هو معناها. حاجه هي مش نحكي لكم حادثه، مازال صوت قيس. مره في برنامج في اذاعه اخرى، اي انا مدمن بالرياضه، دخلت على اساس فروم وقتها وكذا، على اساس باش نحكي في موضوع معين. لكن كي دخلت كي تخمرت وليت نحكي بخالد حسني، يعني خالد حسني بالضبط يعني. بالله يعطينا شويه خالد حسني في سعفيس. اعطينا خالد حسني. لحظه مش حليله، خليها في مناسبه اخرى. لا لا اسمع، ما مش كل شيء هذا خويا منظم على باين. قول حاجه، قول لي بسرعه سي خالد. تعرف جماعه فوروم سبورش عملوا عبد السلام بيف الله ومن معهم، ما صدقوا الا ما عاودوا هما طلبوا خالد حسني وقالوا خالد حسني هو يمتحن. يعطيك الصحه. شكرا لك سي خالد على دخلك معنا. ديما تسمعنا في ديما تسمعنا في نوفل جينيراسيون يا سيدي، ربي يفضلك. عايش مشكور سيد خالد على اتصالك. قيس سعيد اون بيرسون والله، سبحان الله على هذا التقليد. يعطيكم الصحة كل الفريق، مشكور مروان بوزيان، مونغاتي ليلتكم زينة، أحمد العجيمي، بونوي بلال العريبي، سبيسيال ديكاس لكم والناس الكل تلقوني بلابز في النيمو. وتحية للانتيغو، تحية للانتيغو، وبربي سبيسيال ديكاس للنيمو، سبيسيال ديكاس للانتيغو سبونسور نتاعي الوحيد، والنيمو تلقاني فيها بلابز غدوة لايف. اوكي تحية لعزة تويتي في الإخراج، حلمي بوربيع، محمد بنيامنة في الإعداد، وإيام ربح في الإف إم تي في. بعد شوية تجيكم فرح بن عمارة في كلام في الليل. إلى اللقاء. تشاو تشاو.